يحمل الرجلان المتكافئان في القوة الحمل الواحد، فيشكو هذا ويتذمر فكأنه حمل حملين، ويضحك هذا ويغني فكأنه ما حمل شيئا، ويمرض الرجلان المتعادلان في الجسم المرض الواحد، فيتشاءم هذا ويخاف ويتصور الموت، فيكون مع المرض على نفسه فلا ينجو منه، ويصبر هذا ويتفاءل ويتخيل الصحة فتسرع إليه ويسرع إليها، ويحكم على الرجلين بالموت فيجزع هذا ويفزع فيموت ألف مرة من قبل الممات، ويملك ذلك أمره ويحكم فكره، فإذا لم تنجه من الموت حيلته لم يقتله قبل الموت وهمه. وهذا بسمارك رجل الدم والحديد وعبقري الحرب والسلم، لم يكن يصبر عن التدخين دقيقة واحدة، وكان لا يفتأ يوقد الدخينة من الدخينة نهاره كله، فإذا افتقدها خل فكره وساء تدبيره. وكان يوما في حرب فنظر فلم يجد معه إلا دخينة واحدة لم يصل إلى غيرها، فأخرها إلى اللحظة التي يشتد عليه فيها الضيق ويعظم الهم، وبقي أسبوعا كاملا من غير دخان صابرا عنه أملا بهذه الدخينة. فلما رأى ذلك ترك التدخين وانصرف عنه، لأنه أبى أن تكون سعادته مرهونة بلفافة تبغ واحدة. وهذا العلامة المؤرخ الشيخ الخضري أصيب في أواخر عمره بتوهم أن في أمعائه ثعبانا، فراجع الأطباء وسأل الحكماء، فكانوا يدارون الضحك حياء منه ويخبرونه أن الأمعاء قد يسكنها الدود ولكن لا تقطنها الثعابين، فلا يصدق. حتى وصل إلى طبيب حاذق بالطب بصير بالنفسيات قد سمع بقصته، فسقاه مسهلا وأدخله المستراح، وكان وضع له ثعبانا، فلما رآه أشرق وجهه ونشط جسمه وأحس بالعافية ونزل يقفز قفزا، وكان قد صعد متحاملا على نفسه يلهث إعياء ويئن ويتوجع، ولم يمرض بعد ذلك أبدا. ما شفي الشيخ لأن ثعبانا كان في بطنه ونزل، بل لأن ثعبانا كان في رأسه وطار، لأنه أيقظ قوى نفسه التي كانت نائمة. وإن في النفس الإنسانية لقوا إذا عرفتم كيف تفيدون منها صنعت لكم العجائب. تنام هذه القوى فيوقظها الخوف أو الفرح. ألم يتفق لواحد منكم أن أصبح مريضا خامل الجسد واهي العزم لا يستطيع أن ينقلب من جنب إلى جنب، فرأى حية تقبل عليه ولم يجد من يدفعها عنه، فوثب من الفراش وثبا كأنه لم يكن المريض الواهن الجسم، أو رجع إلى داره العصر وهو ساغب لاغب قد هده الجوع والتعب، لا يبتغي إلا كرسيا يطرح نفسه عليه، فوجد برقية من حبيب له أنه قادم الساعة من سفره، أو كتابا مستعجلا من الوزير يدعوه إليه ليرقي درجته، فأحس بالخفة والشبع وعدا عدوا إلى المحطة أو إلى مقر الوزير. هذه القوى هي منبع السعادة، تتفجر منها كما يتفجر الماء من الصخر نقيا عذبا، فتتركونه وتستقون من الغدران الآسنة والسواق العكرة. يا أيها القراء، إنكم أغنياء ولكنكم لا تعرفون مقدار الثروة التي تملكونها، فترمونها زهدا فيها واحتقارا لها. يصاب أحدكم بصداع أو مغص أو بوجع ضرس فيرى الدنيا سوداء مظلمة، فلماذا لم يرها لما كان صحيحا بيضاء مشرقة؟ ويحمى عن الطعام ويمنع منه فيشتهي لقمة الخبز ومضغة اللحم ويحسد من يأكلها، فلماذا لم يعرف لها لذتها قبل المرض؟ لماذا لا تعرفون النعم إلا عند فقدها؟ لماذا يبكي الشيخ على شبابه ولا يضحك الشاب لصباه؟ لماذا لا نرى السعادة إلا إذا ابتعدت عنا ولا نبصرها إلا غارقة في ظلام الماضي أو متشحة بضباب المستقبل؟ كل يبكي ماضيه ويحن إليه، فلماذا لا نفكر في الحاضر قبل أن يصير ماضية؟ أيها السادة والسيدات، إنا نحسب الغنى بالمال وحده، وما المال وحده؟ ألا تعرفون قصة الملك المريض الذي كان يؤتى بأطايب الطعام فلا يستطيع أن يأكل منها شيئا، لما نظر من شباكه إلى البستاني وهو يأكل الخبز الأسمر بالزيتون الأسود، يدفع اللقمة في فمه ويتناول الثانية بيده ويأخذ الثالثة بعينه، فتمنى أن يجد مثل هذه الشهية ويكون بستانية؟ فلماذا لا تقدرون ثمن الصحة؟ أما للصحة ثمن؟ من يرضى منكم أن ينزل عن بصره ويأخذ 100,000 دولار؟ أما تعرفون قصة الرجل الذي ضل في الصحراء وكاد يهلك جوعا وعطشا، لما رأى غدير ماء وإلى جنبه كيس من الجلد فشرب من الغدير، وفتح الكيس يتأمل ويأمل أن يجد فيه تمرا أو خبزا يابسا، فلما رأى ما فيه ارتد يائسا وسقط أعياءه، لقد رآه مملوءا بالذهب. وذاك الذي لقي مثل ليلة
القدر فزعموا أنه سأل ربه أن يحول كل ما مسته يده ذهبا ومس الحجر فصار ذهبا فكاد يجن. ومن فرحته لاستجابة دعوته ومشى إلى بيته ما تسعه الدنيا وعمد إلى طعامه ليأكل فمس الطعام فصار ذهبا وبقي جائعا. وأقبلت ابناته تواسيه فعانقها فصارت ذهبا فقعد يبكي يسأل ربه أن يعيد إليه ابنته وسفرته ويبعد عنه الذهب. يا سادة، لماذا تطلبون الذهب وأنتم تملكون ذهبا كثيرا؟ أليس البصر من ذهب والصحة من ذهب والوقت من ذهب؟ فلماذا لا نستفيد من أوقاتنا؟ لماذا لا نعرف قيمة الحياة؟ كلفتني المجلة بهذا الفصل من شهر فما زلت أماطل به، والوقت يمر، أيامه ساعات وساعته دقائق لا أشعر بها ولا أنتفع منها، فكأنها صناديق ضخمة خالية، حتى إذا دنا الموعد ولم يبق إلا يوم واحد أقبلت على الوقت أنتفع به، فكانت الدقيقة ساعة والساعة يوما، فكأنها العلب الصغيرة المترعة جوهرا وتبرا. واستفدت من كل لحظة، حتى لقد كتبت أكثره في محطة باب اللوق وأنا أنتظر الترام في زحمة الناس وتدافع الركاب، فكانت لحظة أبرك علي من تلك الأيام كلها وأسفت على أمثالها. فلو أني فكرت كلما وقفت أنتظر الترام بشيء أكتبه وأنا أقف كل يوم أكثر من ساعة متفرقة أجزاؤها لربحت شيئا كثيرا. ولقد كان الصديق الجليل الأستاذ الشيخ بهجة الطيار يتردد من سنوات بين دمشق وبيروت، يعلم في كلية المقاصد وثانوية البنات، فكان يتسلى في القطار بالنظر في كتاب قواعد التحديث للإمام القاسمي، فكان من ذلك تصحيحاته وتعليقاته المطبوعة مع الكتاب. والعلامة ابن عابدين كان يطالع دائما، حتى إنه إذا قام إلى الوضوء أو قعد للأكل أمر من يتلو عليه شيئا من العلم فألف الحاشية. وهل يضيق الوقت إلا الغفلة أو الفوضى؟ انظروا كم يقرأ الطالب ليلة الامتحان، تروا أنه لو قرأ مثله لا أقول كل ليلة بل كل أسبوع مرة لكان علامة الدنيا. والذهن البشري أليس ثروة؟ أما له ثروة؟ أما له ثمن؟ فلماذا نشقى بالجنون ولا نسعد بالعقل؟ لماذا لا نمكن للذهن أن يعمل ولو عمل لجاء بالمدهشات؟ لا أذكر الفلاسفة والمخترعين، ولكن أذكركم بشيء قريب منكم سهل عليكم هو الحفظ. إنكم تسمعون قصة البخاري لما امتحنوه بمئة حديث خلطوا متونها وإسنادها فأعاد المئة بخطائها وصوابها. والمعري لما سمع أرمانيين يتحاسبان بلغتهما فلما استشهداه أعاد كلامهما وهو لا يفهمه. فيا سادة، إن الصحة والوقت والعقل كل ذلك مال، وكل ذلك من أسباب السعادة لمن شاء أن يسعد، وملاك الأمر كله ورأسه الإيمان. الإيمان يشبع الجائع ويدفئ المقرور ويغني الفقير ويسلي المحزون ويقوي الضعيف ويسخي الشحيح ويجعل للإنسان من وحشته أنسا ومن خيبته نجحا. وأن تنظر إلى من هو دونك فإنك مهما قل مرتبك وساءت حالك أحسن من آلاف البشر ممن لا يقل عنك فهما وعلما وحسبا ونسبا. وأنت أحسن عيشة من عبد الملك بن مروان وهارون الرشيد وقد كان ملكي الدنيا. فقد كانت لعبد الملك ضرس منخورة تؤلمه حتى ما ينام منها الليل، فلم يكن يجد طبيبا يحشوها ويلبسها الذهب، وأنت تؤلمك ضرسك حتى يقوم في خدمتك الطبيب. وكان الرشيد يسهر على الشموع ويركب الدواب والمحامل، وأنت تسهر على الكهرباء وتركب السيارة. وكان يرحلان من دمشق إلى مكة في شهر وأنت ترحل في ساعات. فيا أيها القراء، إنكم سعداء ولكن لا تدرون، سعداء إن عرفتم قدر النعم التي تستمتعون بها، سعداء إن عرفتم نفوسكم وانتفعتم بالمخزون من قواها، سعداء إن طلبتم السعادة من أنفسكم لا مما حولكم، سعداء إن كانت أفكاركم دائما مع الله فشكرتم كل نعمة وصبرتم على كل بلية، فكنتم رابحين في الحالين ناجحين في الحياتين. والسلام عليكم ورحمة الله.